موجزة تاسعة من اون لايف، اهلا بكم. قال المركز الوطني الامريكي للاعاصير ان اعصار ايرما اشتد وبلغ الدرجة الرابعة مع اقترابه من ولاية فلوريدا الامريكية. هذا وكان المركز قد اعلن ان رياحا اخرى قوية تقترب في قوتها من اعصار ايرما ضربت سلسلة جزر فلوريدا كيز. واشار المركز الى ان الاعصار يحمل رياحا تبلغ سرعتها القصوى 205 كيلومترات في الساعة. هذا وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تراقب الوضع بشأن إعصار إيرما على مدار الساعة، وقال إنه وافق على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية. أعلن مسلح الروهينجا وقفا لإطلاق النار في ميانمار لمدة شهر من جانب واحد اعتبارا من اليوم. وقال جيش إنقاذ روهينجا في بيان له إن الهدنة المؤقتة تأتي من أجل تمكين منظمات الإغاثة من استئناف مساعداتهم الإنسانية لكل ضحايا الأزمة في شمال غرب البلاد بغض النظر عن خلفيتهم العرقية أو الدينية. يلقي اليوم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين خطابا مهما خلال مشاركته في مؤتمر حول السلام العالمي بعنوان طرق السلام الذي يعقد في مدينة مونستر الألمانية. ومن المقرر أن يتناول الخطاب التعايش السلمي والحوار بين الحضارات والتأكيد على قيم التعايش والسلام. تبدأ اليوم فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصافي 2017 والمقررة بقاعدة محمد نجيب العسكرية التي تستمر حتى 20 من سبتمبر الجاري، ويعد من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والأمريكية بما يعكس عمق العلاقات ومستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة بين البلدين.